السلام عليكم، رانا دائما مع مايكروسوفت اوفيس وورد. دونك مايكروسوفت اوفيس وورد نقدر نستعمله بطريقه تقليديه وبطريقه اخرى نسميها لا ميثود بروفيسيونيل، اللي هي كيفاه نخدم وثيقه طويله. كومون كريي ان دوكيمون لون. دوكيمون لون قلنا ديما هو الدوكيمون اللي يفوت عدد صفحات فيه 10 صفحات الى 100 صفحه. دونك اول شيء في مايكروسوفت وورد لازم نعرفها هي طرق العرض، لي مود افيشاج، طرائق العرض. عندنا في نروحوا هنا افيشاج، راح نلقاو افيشاج دي دوكيمون، راح نلقاو لي مود افيشاج باج، ليكتور بلان ايكرون، ويب، بلان اي برويون. اهمها هي لو مود باج اي لو مود بلان. بنخرج من لو مود بلان، فيرمي لو مود. دونك عندي افيشاج، نخير بار اكزومبل لو مود باج هو نشكل نشوف الدوكيومون تاعي على شكل صفحات عاديه بطريقه عاديه كما قاعدين نشوفوا. لو مود دافيشاج بلان ايكرون نشوف الدوكيومون تاعي اون بلان ايكرون كيما هكا. باه نخرج نتكا ايشاب. كاين لو مود دافيشاج ويب نشوفه كانه صفحه في الويب. لو مود دافيشاج بلان راح نشوفوه. لو مود دافيشاج برويون هنا نشوف الكتابة، لا يهمنا شيء، ما نشوفوش عدد الصفحات فيها، ما نشوفوش كذا. في لو مود دافيشاج بلون يهمنا، هذا هو لو مود دافيشاج اللي يهمنا، مهم جدا 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 كي نعود نخدم في وثيقة طويلة. كيفاه راح ننظم تاعي، كيفاه راح ننظم العناصر تاعي، كيفاه راح نكتبها، كيفاه راح ننظمها، كيفاه راح ندرج النص فيها وغير ذلك، راح نشوفها في الحصة القادمة. دونك مايكروسوفت وورد فيه قداه مود دافيشاج. كي نروحو هنا افيشاج نلقاوهم لي مود دافيشاج. اهم هذه لي مود دافيشاج لو مود باج اي لو مود بلون. لو مود بلون كي نعود نخدم في وثائق طويله، لو مود باج كي نعود نخدم وثائق قصيره. باه نروح لي مود دافيشاج نروح افيشاج، وهنايا افيشاج دوكيمون ونخير، ولا ديريكتومون منا في لابارتي انفيريور هادي عندنا لو مود باج، لو مود ليكتور بلان ايكرون، مود ويب، مود بلون اي مود برويون. دونك الحاجه اللي لازم نحكموها هي انه اذا حبيت نخدم ان دوكيومون لون وثيقه طويله يجب استعمال لو مود دافيشاج بلون. كيف نخدمه بالمود دافيشاج بلون راح نشوفها في الحصه القادمه ان شاء الله. السلام عليكم.